من المقرر أن تنضم دراجات نارية طائرة يمكنها أن ترتفع لأعلى في مناطق السير المزدحمة كما تستخدم فيما يتعلق بالإنقاذ، ستنضم لشرطة دبي في غضون عامين. يمكن لهذه الدراجة النارية الكهربائية التي تصنعها شركة روسية أن تطير لحوالي 40 دقيقة وفقا للطريقة التي تستخدم بها. هي طبعا تشل حمولة 100 كيلو والسرعة هي سرعة مثل طائرات الدرون، تشتغل بالبطارية، فهي تشتغل على معدل من 30 إلى 40 دقيقة حسب الاستخدام. فإمكانها يعني أن هي خفيفة الوزن، بإمكانها حملها لأي منطقة من المناطق الموجودة في إمارة دبي واستخدامها عند الحاجة. تساعدنا في إنجاز بعض المهام الطارئة اللي تطلب رجال الشرطة في حالة الانتقال للإنقاذ أو استكشاف المناطق، فما زالت الدراسة قيد الإنجاز. وطبعا خواص الدراجة هي عبارة عن دراجة كهربائية هوفر بايك. طبعا احنا عندنا ارتفاع نطير على مستوى 6 أمتار لموضوع السلامة، وبإمكاننا أيضا في المستقبل أن نطير على ارتفاعات عالية. احنا عندنا أهم شيء هو موضوع الأمن والسلامة وأخذ التصاريح اللازمة لاستخدام مثل هذه الطائرات.